بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. نكمل اليوم في مساق محاسبة منشآت مالية، كلية الدراسات المتوسطة جامعة الإسراء غزة، ضمن برنامج التعليم الإلكتروني. وسيكون عنوان هذا اللقاء قسم الأوراق التجارية في البنوك. هناك في المحاضرات السابقة قد تناولنا مجموعة من الموضوعات، سواء عمل أو وظيفة الخزينة، وكذلك وظيفة قسم الأوراق التجارية، وتناولنا مجموع وظائف قسم الأوراق التجارية من تحصيل نيابة عن العملاء أو خصم أوراق تجارية أو التسليف بضمان الأوراق التجارية. اليوم حيكون موضوعنا قسم الأوراق المالية، وفي هذا اللقاء سنتعرف على الأهداف التالية، ألا وهي: ما المقصود بالأوراق المالية؟ الخدمات التي يقدمها البنك في قسم الأوراق المالية، كيفية إجراء المعالجة المحاسبية لعمليات الأوراق المالية. يعتبر قسم الأوراق المالية اللي هي الأسهم والسندات، وحكينا في اللقاء السابق قلنا هناك فرق بين الأوراق التجارية والأوراق المالية. قلنا الأوراق التجارية اللي هي الكمبيالات والأذونات الصرف، أذونات أو سندات الإذنية والشيكات، هذه أوراق تجارية. أما بما يخص الأوراق المالية قلنا هي عبارة عن أسهم وسندات، ويعتبر قسم الأوراق المالية من الأقسام المهمة في البنوك التجارية. ليش؟ لأنه هذا مرتبط بمجموعة من الخدمات، وحنشوف إيش الخدمات اللي ممكن يقدمها قسم الأوراق المالية. قسم الأوراق المالية ممكن يقوم بعملية بيع وشراء نيابة عن عملائه، وممكن يقوم بتحصيل العوائد، وممكن يصدر الأوراق المالية نيابة عن العملاء. كل هذا ممكن يقوم فيها البنك. لو قلنا إيش الوظائف اللي حنتناولها في خلال شرحنا لهذا الفصل، هو أول شيء شراء وبيع الأوراق المالية، ثم سننتقل إلى تحصيل وصرف عوائد الأوراق المالية نيابة عن العملاء. كل هاي المهام بقوم فيها قسم الأوراق المالية نيابة عن عملائه. من ثم تحصيل وصرف عوائد الأوراق المالية، وكذلك حفظ الأوراق المالية، حفظ الأوراق المالية دون تصرف فيها، حفظ، عملية حفظ، أو منح القروض أو التسليف بضمان الأوراق المالية، وكذلك إصدار الأوراق المالية نيابة عن العملاء. سنتناول هذه الوظائف وكيفية إجراء المعالجة المحاسبية لكل خدمة أو وظيفة من الوظائف التالية. لو قلنا الوظيفة الأولى هي شراء وبيع الأوراق المالية نيابة عن العملاء. الآن البنك بيقوم بالشراء لصالح عملائه، ففي هذه الحالة إذا اشترى البنك لصالح عملائه، ما هو القيد المحاسبي اللي بيتم تسجيله في عملية في عملية الشراء؟ بمر البنك بدورة مستندية لمعالجة عملية الشراء. أول إشي بيقوم العميل بطلب أو بتعبئة أمر شراء أوراق مالية، بقد توجه للبنك بتعبئة أمر شراء أوراق مالية بتضمن بيانات كاملة عن العميل وعن الأوراق المالية اللي طلبها وجهة صاحبة الأوراق المالية. يقوم القسم بالتحقق من صحة البيانات المالية الواردة في أمر الشراء، ويتم تحديد قيمة تقديرية لثمن هذه الأوراق، ويرسل الأمر إلى وحدة مركز العملاء بقسم الحسابات الجارية. ليش؟ لإجراء خصم من بطاقات العملاء، يا من حسابهم الجاري أو الآن لاستلام منه نقدا. إذن الآن في عملية الشراء، يا قيمة هاي الأوراق المالية بنخصمها من حسابه الجاري أو بدفعها نقدا في الصندوق. إذا خصمناها من حسابه الجاري كمان، بنقول من حساب الحسابات الجارية، وإذا دفعها نقدا بنقول
من حساب الصندوق. إذا العميل ما هو الآن؟ مشتري. العميل الآن هو مشتري، فبنقول من حساب الحسابات الجارية للمشتري اللي هو عميلنا إلى حساب إيش؟ الآن بيتم إرسال نسخة لمين؟ للوسطاء أو السماسرة. وهم السماسرة عبارة عن إيش؟ عبارة عن شركات وساطة مالية متخصصة في عملية الأوراق أو في عمليات الأوراق المالية. ليش؟ لنفذوا أمر الشراء. طب الآن السماسرة هذول بدنا نودع المبالغ هذه في حساباتهم الجارية في البنك، بدنا نودع المبالغ في حساباتهم الجارية في البنك، وبعد ذلك بنعد إشعار خصم وإضافة طبعا بقسم الحسابات الجارية اللي تنفيذها بين الطرفين المدين والدائن. مين المدين؟ هو العميل، والوسيط هو مين؟ الآن السماسرة. إذا القيد المحاسبي بنقول من حساب الجاري للمشتري عميل المشتري إلى، ويتم إيداع المبلغ وين؟ في الحساب الجاري لسماسرة الأوراق التجارية الأوراق المالية اللي هي شركة الوساطة. أيضا البنك بأخذ عمولة على عملية شراء الأوراق المالية، والعمولة دائنة. ليش؟ لأنها إيراد من وجهة نظر البنك. إذا يتم الخصم من الحساب الجاري للمشتري قيمة الأوراق المالية بالإضافة لقيمة العمولة. قيمة الأوراق المالية تقيد في حساب شركات الوساطة، وقيمة العمولة أيضا بمجملهن يخصمون من الحساب الجاري. أما بما يخص عملية البيع، إيش إجراءات عملية البيع؟ عملية البيع بتتم من خلال إنه بيستلم قسم الأوراق المالية أوامر البيع من العملاء، من هم عملائه، أو من إدارة محفظة الاستثمارات إذا كان هو محتفظ فيه لدى البنك. بتحتوي على البيانات المتعلقة بالأوراق المالية المطلوب بيعها واسم العميل وتوقيعه، لأنه بأمر منه. القسم بيقوم بمراجعة هذه الأوامر وتحرير إيصال بيع لمين؟ للسماسرة. الآن في هذه الحالة يتم خصم المبلغ من حسابات شركة الوساطة اللي هم سماسرة الأوراق المالية، وإيداع المبلغ وين؟ في الحساب الجاري للعميل، وإيداع المبلغ في الحساب الجاري للعميل. والبنك في هذه الحالة يحصل على عمولة بيع أوراق مالية. البنك في هذه الحالة بحصل على عمولة بيع أوراق مالية. طبعا هيك القيد المحاسبي اللي أمامنا هي بثبت عملية بيع الأوراق المالية من حساب الجاري لسماسرة الأوراق المالية. بتم خصمه من حسابهم وإيداع المبلغ بعد أخذ عمولة بيع أوراق مالية من الحساب. هذا ما يخص شراء وبيع الأوراق المالية في قسم الأوراق المالية. لو قلنا ما هي الوظيفة الثانية التي يقوم بها البنك نيابة عن عملائه، هي تحصيل وصرف عوائد الأوراق المالية. تحصيل وصرف عوائد الأوراق المالية. بما يخص هذه الوظيفة وهي تحصيل وصرف العوائد نيابة عن عملائه، بتمر هاي بعملية مختلفة. منها أول شيء بتقوم الشركة المصدرة، الآن هو بيقوم تحصيل وصرف عوائد الأوراق المالية نيابة عن عملائه. الآن الشركة المصدرة للأوراق المالية إيش بتسوي؟ تقوم بالاتفاق مع مين؟ مع البنك على قيامه بصرف الأرباح والفوائد نيابة عنها. إذا هي بده يصرف فوائد، هذا عملية الصرف، والبنك بيقوم بهذه الإجراءات نيابة عنها، بيستلم المبلغ المستحق الدفع وبتفق على قيمتها وإجراءاتها. لكن البنك بتسلم من الجهة المختصة شيء أو مبلغ وبقوم بتوزيعه. هذا بما يخص صرف العوائد نيابة عن عملائه. أما بما يخص تحصيل العوائد نيابة عن عملائه،
يقوم البنك. إذن أمامنا القيود المحاسبية لكل من عملية تحصيل عوائد أوراق مالية لأحد العملاء أو عملية صرف. الآن بما أنه في البداية بنقول عملية تحصيل عوائد الأوراق المالية لأحد العملاء، البنك بيحصل هاي من الشركة اللي بتوزع الأرباح أو بتوزع عوائد على السندات، فوائد على السندات، ويتم إيداعها في الحساب الجاري لمين؟ لحملة الكربونات اللي هم إيش؟ عملائي اللي بدي أحصل نيابة عنهم كبنك. فبنقول إلى حساب الحسابات الجارية، يعني تودع المبلغ وين؟ في حساب الحسابات الجارية اللي حملت هذه الكربونات اللي هي الأسهم والسندات اللي عليها عوائد. من حساب بنوك محلية، قد يكون حساب الشركة المصدرة للعوائد سواء كانت فوائد أو أرباح في بنك آخر، فبنقول من حساب بنوك محلية إلى حساب إلى مذكورين. الحساب الجاري لمين؟ لحملة الكربونات، العملائي اللي أنا بحصل بالنيابة عنهم، وكذلك عمولة تحصيل كوبونات أوراق مالية. إذن البنك بيحصل مثلا 100 دينار من البنوك المحلية كعوائد، بيودع منهم 9 لدى الحساب الجاري لحملة الكوبونات، وبيحصل على عمولة دينار أو ريال، عمولة ريال على هذه العوائد، لأنه بقوم بهذه الخدمة نيابة عن عملائه. أيضا لو كان العكس، عملية صرف العوائد، الآن شركة جوال لديها حساب لدى بنك فلسطين، شركة جوال لديها حساب لدى شركة فلسطين وبدها توزع عوائد. الآن كيف بده يوزع البنك؟ بده يخصم من حسابها الجاري، أدى التعليمات للبنك بصرف عوائد وسلمته كشف، فورا بده يخصم من الحساب الجاري. بنقول من الحساب الجاري للشركة الموزعة اللي هي شركة جوال بتوزع عوائد على أسهمها، إلى مذكورين الخزينة إذا دفعت لأصحاب الكربونات نقدا، أو إلى حساب الحساب الجاري إذا كان حملت الكربونات لهم حساب جاري في بنك فلسطين، أو حساب الفروع إذا كان في فرع آخر، يعني خان يونس غزة الشمال في فرع آخر غير الفرع اللي فيه شركة جوال. من ثم يحصل البنك على عمولة على صرفه للكربونات، يعني بحصل على عمولة من وين؟ من الشركة الموزعة. إذن القيد الأول بقول لي قيد إثبات عملية تحصيل عوائد أوراق مالية ويتم إيداعها في الحسابات الجارية لحملة الكربونات. أما القيد الثاني بتعلق بعملية صرف، أي أجته الشركة الموزعة بتقول له إيش؟ اصرف لي هاي المبالغ نيابة عني، فبيقوم بتقديم هذه الخدمة للشركة الموزعة. إذن بذلك نعود إلى الخدمات اللي يقدمها قسم الأوراق المالية. قلنا أول خدمة هي بيع وشراء الأوراق المالية نيابة عن العملاء، بيع أو شراء الأوراق المالية نيابة عن العملاء. 2 تحصيل عوائد، تحصيل أو صرف عوائد الأوراق المالية لعملائه بالنيابة عن عملائه. طب الآن في عملية التحصيل والصرف ممكن يتم فتح حساب خاص ومستقل لصرف العوائد، أي عوائد الأوراق المالية للشركة اللي بتطلب منه من البنك هذه الخدمة. مش قلنا أنه احنا بنخصم من حسابه الجاري مباشرة، قد نستخدم حساب خاص بتوزيع العوائد زي ما حنشوف أمامنا. الآن زي ما هو موجود أمامنا، في عندي حساب اسمه إيش هذا الحساب؟ الحساب هذا اسمه كابونات تحت الصرف، كابونات تحت الصرف لشركة مثلا جوال، كابونات تحت الصرف لشركة جوال. بنعيد وبنكرر إنه الحساب الوسيط اسمه إيش؟ حساب كوبونات تحت الصرف للشركة الموزعة. فبنقول من حساب الجاري للشركة الموزعة خصمنا من حسابها، يعني خفضنا حسابها الجاري وأودعنا في حساب وسيط اسمه حساب
كوبونات تحت الصرف، وحصلنا على العمولة، كمان تم خصم العمولة من الحساب الجاري للشركة الموزعة. بنبدأ نوزع الآن تدريجيا من حساب كوبونات تحت الصرف لشركة جوال على سبيل المثال. إذا دفعنا نقدا بنقول إلى حساب الخزينة، إذا دفعنا أودعنا في الحساب الجاري إلى حساب الجاري للعملاء اللي بندفع لهم. الآن إيش الهدف من عملية إيجاد وضع حساب كوبونات تحت الصرف للشركة الموزعة؟ الهدف من هذه العملية حتى ما يظهر في كشف الحساب للشركة الموزعة عمليات صغيرة وعمليات كبر حجم العمليات، بتكون هذه كلها ضمن حساب اسمه كوبونات تحت الصرف كحساب مستقل. إذا قلنا إنه البنك بيقوم، وخاصة قسم الأوراق المالية بيقوم ببيع وشراء الأوراق المالية نيابة عن عملائه، أيضا بيقوم بتحصيل وصرف عوائد الأوراق المالية نيابة عن العملاء. أيضا من الممكن أن يقوم البنك بخدمة أو وظيفة ثالثة، قسم الأوراق المالية يقوم بخدمة ثالثة اللي هي حفظ الأوراق المالية. ممكن يقوم البنك بحفظ هذه الأوراق مقابل أجر معين، زي استخدام الخزن، زي ما حكينا سابقا في استخدام الخزن، بحفظها دون أن يجري عليها أي تصرف، لا بيع لا شراء لا توزيع لا تحصيل ولا أي شيء، بس احتفاظ بهذه الأوراق المالية. وفي حالة إيداع الأوراق المالية، قلنا في حالة إيداع أوراق مالية أو أوراق تجارية لدى أي من البنوك بيتم تسجيل القيد النظامي. في حالة أودعنا ورقة تجارية أو ورقة مالية لدى البنك، البنك فورا بيسجل قيد نظامي. إذا زي ما بنشوف أمامنا، أول قيد في عملية حفظ الأوراق المالية هو القيد النظامي اللي بيقول بيثبت عملية الإيداع من حساب أوراق مالية مودعة كأمانة، يعني حفظ من حساب أوراق مالية مودعة كأمانة إلى حساب أصحاب أوراق مالية مودعة كأمانة، من حساب أوراق مالية مودعة كأمانة إلى أصحاب أوراق مالية مودعة كأمانة. هذا قيد نظامي يتم التخلص من القيد النظامي أو قلبه في حالة سداء إرجاع هاي الأوراق المالية للعميل. إذن أول شيء بنسجل القيد النظامي من حساب أوراق مالية مودعة كأمانة إلى أصحاب أوراق مالية مودعة كأمانة. بعدها بيحصل البنك على عمولة أو أجر لحفظ هذه الأوراق المالية، بنقول من حساب الخزينة إذا تم دفع الأجرة نقدا، أو من حساب الحساب الجاري إذا تم خصمها من حساب الجاري للعميل صاحب الأوراق المالية التي احتفظ بها البنك. نقول من الحساب الجاري للعميل إلى حساب أجور حفظ أوراق مالية. وعند استرداد الأوراق المالية بنقول من حساب أوراق مالية مودعة كأمانة، من حساب أصحاب أوراق مالية مودعة كأمانة إلى حساب أوراق مالية مودعة كأمانة. بذلك يتم إجراء المعالجة المحاسبية لحفظ الأوراق المالية. أما الخدمة الأخرى التي يقوم بها البنك لعملائه، قلنا مرينا بعدة خدمات، أول إشي شراء وبيع أوراق مالية، من ثم تحصيل وصرف عوائد الأوراق المالية، العوائد الأوراق المالية عوائد الأسهم أرباح وعوائد السندات فوائد. أيضا من ضمن العمليات ممكن تكون عملية حفظ الأوراق المالية نيابة عن العملاء. الوظيفة التي تليها هي التسليف بضمان الأوراق المالية. من الممكن أن يقوم البنك بتسليف أي من عملائه بضمان أوراق مالية، يستخدم الأوراق المالية كضمانة لتسليفه هاي المبالغ. طب أول شيء بده يسلفه بضمان الأوراق المالية، إذا العميل بده يودع لدى الأوراق لدى البنك أوراق مالية كضمانة لهذا القرض أو لهذه السلفة. إذا مجرد قلنا البنك بيستلم أي ورقة مالية أو أي ورقة تجارية بيسجل قيد نظامي، مجرد استلامه لأي ورقة مالية أو أي ورقة تجارية بيسجل قيد نظامي. إذا القيد المحاسبي بنقول من حساب أوراق مالية مقدمة كضمان للقرض، لأنه هذه سلفة أو قرض بنفس المفهوم،
من حساب أوراق مالية مقدمة كضمانة للقروض إلى حساب أصحاب أوراق مالية مقدمة كضمانة للقروض. هيك إحنا أثبتنا عملية استلام الأوراق المالية كضمانة للقرض. البنك أثبت العملية إنه استلم أوراق مالية كضمانة للقرض. الآن إذا بده يمنح البنك القرض بده يسجل قيد محاسبي. ما هو القيد المحاسبي اللي بده يسجله؟ القرض من وجهة نظر البنك هو عبارة عن أصل. أصل ولا التزام؟ هو عبارة عن أصل. إذن الأصل في حالة زيادة فهو مدين، فبنقول من حساب القروض إلى حساب الخزينة إذا تم دفع قيمة القرض نقدا للعميل، أو إلى حساب الحسابات الجارية إذا تم إيداعه في الحساب الجارية للعميل. إذن في عملية الإقراض نسجل القرض، بنقول من حساب القرض إلى حساب الحساب الجاري إذا تم إيداع القرض في الحساب الجاري لدى العميل، إذا البنك أودع قيمة القرض في الحساب الجاري لدى العميل، أو إلى حساب الخزينة إذا سلموا المبلغ نقدا. الآن القرض مدين لأنه أصل. الآن فوائد القرض عكسه، القرض مدين فوائده دائنة. فوائده دائنة ليش؟ لأنها إيراد من وجهة نظر البنك، إيراد من وجهة نظر البنك. فهاي الفوائد بده يتم إما بنفس طريقة، بده يتم إما تحصيلها من الحساب الجاري أو تحصيلها نقدا من قبل البنك. البنك بيحصل هذه العوائد أو الفوائد الدائنة للقروض، فبنقول من حساب الحساب الجاري إلى حساب فوائد دائنة قروض، أو بنقول إذا دفعت نقدا من حساب الخزينة إلى حساب فوائد دائنة للقروض. طب الآن هنا بما يخص التسليف بضمان الأوراق المالية، طب الآن انتهت العملية، لو قمنا بتسديد قيمة القرض ما هي المعالجة المحاسبية؟ إذن في حالة سداد القرض بنقول من حساب الخزينة أو الحساب الجاري إلى حساب القرض، القرض يصبح دائن. ليش بنخفض؟ لأنه هو أصل من وجهة نظر البنك. طب الآن بعد الانتهاء من عملية الإقراض وإرجاع الأوراق المالية لأصحابها، بدنا نقلب القيد النظامي، نعمل عملية عكس للقيد النظامي. بنقول من حساب أصحاب أوراق مالية مقدمة كضمان للقروض إلى حساب أوراق مالية مقدمة كضمان للقروض. إذن بنقلب القيد النظامي. إذن في التسليف بضمان القروض الأوراق المالية، أول شيء بنسجل قيد نظامي من حساب أوراق مالية مقدمة كضمان للقروض إلى أصحاب أوراق مالية مقدمة كضمان للقروض، من ثم سيتم منح القرض. فبنقول من حساب القروض إلى الحساب الجاري للعميل، والتسديد بيكون عكسه. أما بما يخص دفع الفوائد أي تحصيل الفوائد من قبل البنك لأنها إيراد، فبنقول من حساب الخزينة أو الحساب الجاري للعميل إلى حساب فوائد دائنة للقروض. هذا بما يخص الخدمة أو الوظيفة الثالثة اللي بيقوم فيها قسم الأوراق المالية لدى البنك التجاري. إذن لو عدنا إلى الخدمات اللي بيقدمها أو الوظائف اللي بيقدمها قسم الأوراق المالية في البنك، نجد أنه الوظيفة الخامسة وهي إصدار الأوراق المالية نيابة عن العملاء. قد يصدر البنك أوراق مالية نيابة عن العملاء، مثلا أحد الشركات توجه للبنك، مثلا شركة أريدو بدها تصدر أسهم جديدة، أو شركة بدها تكتتب أسهم جدد. الآن تتوجه لبنك فلسطين أو لبنك القاهرة عمان أو بنك القدس لطرح هاي الأسهم للاكتتاب العام نيابة عن هاي الشركة. وحنشوف إيش المعالجة المحاسبية اللي بتتم في هذا القسم وبهذه إذن في عملية إصدار البنك للأوراق المالية نيابة عن عملائه سواء كانت أسهم أو سندات، الآن بيقوم البنك بالاكتتاب نيابة عن أحد عملائه، من خلال بيحصل المبالغ من العملاء وبسلمهم الكوبونات. هاي بنقول من حساب أو سندات أو الأسهم، بنقول من حساب الصندوق إذا حصل نقدا، ومن حساب الحساب الجاري إذا خصم من حساب الجاري للعملاء أو البنك الفروع. كل هاي المبالغ بودعها في حساب اسمه الاكتتاب في أسهم وسندات الشركة المصدرة.
إذا بيقول من حساب الصندوق إلى حساب الاكتتاب في أسهم أو سندات الشركة المصدرة. هنا بثبت عملية الاكتتاب في الأسهم والسندات، حصل نقدا ووضعهم في حساب اسمه الاكتتاب في أسهم أو سندات الشركة المصدرة. من ثم بعد الانتهاء من هذه العملية، الحساب هذا الحساب الوسيط اسمه اكتتاب في أسهم وسندات الشركة المصدرة، يتم إقفال هذا الحساب في وين؟ في حساب الحسابات الجارية للشركات المصدرة، في حساب الشركة المصدرة. فبنقول كان الاكتتاب في الأسهم وسندات الشركة المصدرة مدين، يتم إقفاله ويصبح دائن. فبنقول من حساب الاكتتاب في أسهم أو سندات الشركة المصدرة إلى حساب الحسابات الجارية للشركة المصدرة. إذن أقفل الحساب وين؟ في حساب الحسابات الجارية للشركة المصدرة، يعني تم إيداعه في الحساب الجاري للشركة المصدرة. طب هنا بتنتهي العملية؟ ما بتنتهي العملية فقط. الآن بعد ما نقفل حساب الاكتتاب في أسهم وسندات الشركة المصدرة، بعد ما نقفله في الحساب الجاري للشركة المصدرة، بعديه بدنا نستلم، البنك بده يستلم عمولة ومصاريف الخاصة بإصدار الأسهم أو السندات. العمولة دائنة، والمصاريف اللي بده يحصلها البنك الآن بده يحصلها، قام بدفعها وبده يحصلها. فبنقول من حساب الحسابات الجارية للشركة صاحبة الاكتتاب إلى مذكورين عمولة إصدار أوراق مالية، وكذلك مصاريف قام بدفعها البنك لإصدار أوراق مالية. الآن كانت مدينة المصاريف فأقفلت فأصبحت دائنة. الآن بذلك نكون قد انتهينا من الوظائف والخدمات التي يقدمها قسم الأوراق، قسم الأوراق المالية عفوا، قسم الأوراق المالية نيابة عن عملاء. وقلنا إذن القسم، قسم الأوراق المالية بيقدم مجموعة من الوظائف والخدمات، أولها شراء وبيع الأوراق المالية نيابة عن عملائه، أيضا تحصيل وصرف عوائد الأوراق المالية نيابة عن عملائه، حفظ الأوراق المالية لصالح عملائه، التسليم بضمان الأوراق المالية، وكذلك إصدار الأوراق المالية نيابة عن عملائه. واطلعنا على المعالجة المحاسبية لكل وظيفة من الوظائف أو الخدمات التالية. سوف نقدم أمثلة عملية في هذا الموضوع. يعطيكم العافية.